بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم مسكر عبد العالي ام بي بي عمر قدير، ونواصل في دروس الدلفي الدرس 85، وسيكون يعني النهائي في اللايف بايندينج. سيكون نظري ايضا، لاننا سنتحدث عن اشياء نظرية. اخر ما قمنا به هو عملية الاضافة والتغيير، وقلنا لم تشتغل حتى الدليت. لماذا؟ المشكل بسيط جدا، لأنني لم أعمل get video list قبل refresh. إذا get video list هذه ميثود ستقوم ب هذه التي تعمل clear للليست، وتأتي بالداتا من قاعدة البيانات. كانت هذه يعني هذا الكود كان موجود في البايندينج، يعني كنا عملناه مع البروتوتايب. هنا البروتوتايب كان الكود هنا. إذا في البروتوتايب ماذا قمت بفعله؟ قمت بإنشاء انستانس أو أوبجكت من القائمة من الفيديوهات. إذا قائمة فيديوهات create أصبح عندي فيديو ليست. هذه الخاصية موجودة هي private هنا. إذا كل هذه الصفحة ستتعرف عليها. بعد ذلك قلت له أملأ هذه الليست عن طريق get video list. get video list ستأتي بالداتا من قاعدة البيانات عن طريق استعلامات، استعلام، تعمل select وتفتح القاعدة وتعمل حلقة، تملأ الأوبجكت حتى النهاية، ثم بعد ذلك أعمل binding. إذا في الديلايت أيضا عندما أحذف سجل لابد أن يذهب إلى قاعدة بيانات يحذف السجل. لو ضغطنا إلى الديلايت إذا يذهب إلى قاعدة بيانات يحذف السجل عن طريق استعلام. بعد ذلك سيعيد شرجمه، يعني سيعيد إعادة ملء القائمة من الصفر بعدما يعملها empty، ويعمل refresh للبايندينج. refresh هو الذي يعيد الربط مع القائمة الجديدة. أوكي. أيضا الأد، في درس الأد كنت أنا أغير أيضا المشكل، كنت أني كتبت الكود هنا ولم أكتبه في الأنسر، فلذلك لم يشتغل بطبيعة الحال في الدرس السابق. و الآن سنجرب كل شيء. إذا كالعادة نعمل انسيرش في الفورم نعمل شو مضار للفورم، البوب اب يعني صغير للانسيرش، ندخل البيانات، بعد ذلك نعمل جيت فيديو أي إعادة جلب يعني كل السجلات من قاعدة البيانات، ثم عمل ريفرش. إذا سنجرب الآن الكود. إلى حد الآن ماذا قمنا بفعله؟ إذا عندي هذه القائمة، أريد إضافة سجلات، لنفرض أني أدخل بيانات هكذا وأعمل سيف، أتحصل مباشرة على السجل. الحذف يشتغل، الأوبديت أيضا إذا لم نكتب الاستعلام لكنه يشتغل أيضا. إذا هذا كل شيء. نذهب إلى السيرش يعني الفلترة. إذا ضغط على الفلترة ماذا؟ البروتوتايب للأسف عنده فقط locate ولا يوجد field، عنده locate. إذا نستطيع أن نعمل البحث عن طريق locate، لكن filter لم أجدها، لا توجد filter. إذا ماذا علينا أن نفعل؟ هنا سنقوم بالبرمجة اليدوية، لذلك يعني من الأحسن أن نتكلم على الـ ORM، لأن هذا هو وقت الـ ORM. عوض البحث على في البايندينج سورس، من الأحسن نبحث ونتعامل مع الليست الموجودة في الذاكرة. إذا مثل ما عملنا هنا، عملنا الديليت في هذه الليست، ثم عملنا كل مرة نحذف من قاعدة البيانات نعيد شرجمه، يعني نعيد عملية فيل لهذه الليست إلى آخره. إذا ما هو دور الـ ORM؟ سأرسم لكم وأعطيكم مثال يعني على الفيلتر، لأن الفلتر لو عملناه يعني يدويا هكذا عن طريق الأوبجكت ماذا سنقوم بفعله؟ عند الضغط على هنا سأقول له حلقة تكرارية، ما دام هناك فيديوهات في هذه القائمة، يعني هنا سنكتب for video var video in إذن for var video in video list. إذا كان if
v.name do v.name يساوي إلى edit 1.text. إذا كان هذا يساوي هذا فقد وجده يعني فمثلا أو لا يساويه فانزحه من القائمة، لنفرض أنه سيعمل فلترة، يعني إذا كان لا يساوي إلى الإيديت سينزعه من القائمة، يعمل ريموف، يعني فيديو ليست هذه ريموف، لنفرض يعني الكود لم أجرب حتى ريموف ذي. إذا ما دام الفيديو غير موجود في لا يساوي إلى التكس سيعمل له ريموف، ربما الحرف الأول من النيم وليس يعني الكلمة كلها إلى آخره. إذن هنا مضطرين إلى أن نعمل كود، وهذا الكود هو مضيعة للوقت، يعني لأن من المفروض أن هناك مثل فينت كي، مثل لوكيت، مثل فلتر، الأشياء الموجودة مسبقا، مثل ما نتعامل مع الطابل وكليون داتا سيت والأشياء. أنا في السابق يعني كنت أستعمل كليون داتا سيت، حتى إذا استعملت الأوبجكت هكذا كنت بعد ذلك أعمل فيل على الكليون داتا سيت، ثم أتعامل مع الكليون داتا سيت الذي يحتوي على كل شيء، يعني مكون الكليون داتا سيت أنشئه أوبجكت في الذاكرة، ثم أربط مكون لأنني أريد الربط به في الواجهة. لماذا أستعمل كليون داتا سيت ولماذا أستعمل الأوبجكت؟ لأنني كنت أستعمل في الويب، يعني هناك مشاريع متقسمة، يعني مشتركة، مشاريع مشتركة فيها ويب وفيها ديسكتوب، يعني لذلك يكون أتعامل مع الأوبجكت يعني ضروري. فكنا نستعمل مع الأوبجكت، وبعد ذلك الربط لم يكن هناك اللايف بايندينج، لم أتعامل مع اللايف بايندينج في السابق، فكنت أرسل من الليست كوليكشن أوبجكت أرسلها إلى الداتا سيت للعرض في الدي بي جريد، ولأن بعد ذلك أربطها مع الدي بي جريد والأشياء الأخرى. أوكي، وقلت هنا إذن سنكتب كود ونضيع الوقت، لذلك من الأحسن أن نمر مع ورام، يعني الآن أصبحت علينا أشياء يعني فرامواركات كثيرة لتعمل لي ورام. فما هو الورام؟ الورام هنا هو الصفر. إذن لنفرض هذه عندي قاعدة بيانات وهذا هو الواجهة. ماذا كنا نعمل؟ يعني كنا ننشئ في السورس داتا موديل فيه connection string وفيه او connection object وفيه الجداول الكويري الى اخره، ونربطه مع قاعدة البيانات مباشرة، نفتح الاتصال، نملأ grid، نعمل update، نعمل filter الى اخره على مستوى المكونات. اوكي جيد، قلنا الان نستعمل live binding عن طريق الobject، فاصبح عندي لنفرض ان هذا object، عندي قائمة object بهذا الشكل، وعملنا لها بايندينج لأتعامل مع القاعدة. هنا تعامل مباشرة عن طريق داتا سورس، عملنا لايف بايندينج وربطنا مع الواجهة. المشكلة الآن أننا نستعمل الركات سكيل، يعني استعملنا الكونكشن سترينج، استعملنا اف دي كونكشن يعني فاير دا كونكشن، وملأنا الأوبجكت هنا، يعني من بعد ما اتصلنا عن طريق روكيت عن طريق استعلامات وصلنا الى القاعده، اتينا بالداتا وادرجناها في الاوبجكت، ثم عملنا البايندينج هنا لعرض الشاشه. جيد، الان عندما نتعامل مع الاوبجكت بهذه الطريقه يتطلب علينا كتابه اكواد معقده، يعني فلذلك لابد من استعمال الفرامواركات التي تسهل علينا هذا الامر. هناك فرامورك دلفي ام في سي، هناك دلفي مرموت، هناك دلفي تي ام اس. انا افضل تي ام اس لانه يشبه الدوت نت، وكما اني خبير في الدوت نت اذا اتعامل يعني اعجبني كثيرا تي ام اس اوريلوس. فهناك دوره في الصفحه في القناه عفوا اين شرحت تي ام اس او ار ام عن طريق مكون اوريلوس، اذا تجدون هذه في دورة راتسيو، سأضيفها يعني في دورة دلفي لتكون كل الدروس موجودة في دلفي. هذه دورة راد سيرفر والويب سيرفيس، يعني كل الأشياء المتعلقة بالويب سيرفيس في دلفي، لن سأضيفها في الدورة ليكون الدرس دروس كاملة ومتسلسلة. قلنا أن أوريليس هو أداة تعمل لي ORM، يعني هنا
هذه الأوبجكت التي أنشأناها مانيال، يعني أنشأناها يدويا في فيديو. وهنا هذه المكونات أنا التي أنشأتها كتبتها عن طريق أوليوس، هو الذي يأتي مباشرة من الجداول التي هي موجودة في القاعدة، يعمل لها أوتوماتيكيا موديلات، يعني يعمل لها أوبجكت، يعني يعمل لكل طابل يعمل له أوبجكت، ويعمل له بما نعرف بالمابينج. المابينج إذا عن طريق المابينج نربط مع قاعدة البيانات، وعن طريق اللايف بايندينج نربط مع الشاشة. إذا هنا بايندينج، هنا مابينج، وهنا بايندينج. أوكي، المابينج نحتاج إلى الداتا، فنتعامل مع الأوبجكت. ففي الأوبجكت هناك الفلترة، هناك أوتوماتيكيا نغير الأوبجكت فتتغير، بما أن عامل له بايندينج فأوتوماتيكيا ستتغير الواجهات. يعني مثلا في الفلتر، مثل ما نعمل مع الجداول، مثلا في الفلتر عندي فلتر، نبدأ نكتب هنا الاسم، هو أوتوماتيكيا عندما أكتب اسم فنستعمل مثل تشبه لغة اللينك الموجودة في سي شارب، مع أوريليس نستطيع عمل مثل اللينك، فنقول له فلتر أو فايند، وهي تي فيديو، وبعد ذلك هناك كود، نكتب كود حتى نقول له يعني يبدأ ب زد أ زد ك، فيعطيني يعمل لي فلترة، يعني اوتوماتيكيا سيغير هذه الليست. فعند تغيير هذه الليست اوتوماتيكيا، لاننا نعمل ريفرش للبايندينج، فيتغير تتغير الواجهه. هذا موجود في الدوكيومنتاسيون الخاص بالتي ام اس. مثلا هنا كما تلاحظون يعمل فايند فايند، ويعمل اوردر باي، يعني حتى الترتيب نستطيع عمله يعني. اوكي، فهنا يعمل انيبل فلتر، حتى الفلتر هنا موجود، يعني تجدون في الدوكيومنتاسيون الخاصة بالتي ام اس كل الأشياء. أكرر أن الـ ORM مستعمل في الجافا، مستعمل في الجافا سكريبت، مستعمل في الدوت نت، مستعمل في كل اللغات الموجودة، يعني تقريبا كل اللغات تستعمل هذه الطريقة، أي التعامل مع الأوبجكت في الذاكرة، وبعد ذلك في الاتصال مع قاعدة البيانات. نسمي هذه الأوبجكت هي موديلات أو Entities حسب يعني الفريم ورك، حسب الديزاين باترن الذي نستعمله الى اخره. لا نعمل الربط مباشره هكذا عن طريق طابل وكل هذا في اللغات الاخرى. لذلك على مبرمج دلفي ان يتعلم هذه الطريقه، يتعلم استعمال الاوبجكت في تعامله. لماذا؟ لان عندما نتعامل مع موبايل، تطبيق موبايل، لنفرض أني عندي تطبيق موبايل وتطبيق سطح مكتب وموقع، يعني الزبون طلب مني ثلاث أشياء. أريد أن يكون التطبيق عبارة عن موقع، عبارة عن ديسكتوب، وعبارة عن موبايل. أوكي، فلنفرض أن الدلفي يعمل لك فقط، يعني هو معروف يعني الدلفي يعمل لك موبايل وديسكتوب في نفس الوقت. لنفرض أنهم مختلفين، يعني عندي مشروع قديم يعني موجود قديم بالفيسيال وليس فاير موبايل، كيف نتعامل؟ عليك إنشاء REST API. هذا REST، سأغير شكل REST API سيكون هكذا، و Database ستكون هنا. ثم REST API هو الذي يتعامل مع Database، و REST API سيرسل لك Object، يعني JSON، والJSON هو عبارة عن Object JavaScript يعني. فهنا تتحصل على Object، عليك ان بالكليون داتا سيت كليون ريست، عفوا هنا سيرفر ريست هو الذي يرسل لك الجيزون. هنا في الموبايل عليك استقبال هذا الجيزون واسترجاعه وعمل يعني كونفرت للجيزون الى اوبجكت، فتتحصل على اوبجكت. هنا تعمل له لايف بايندينج وتعرض، اذا كانت عندك قائمه اوبجكت تعرض هذه القائمه الى اخره. بنفس الشيء هنا Object أو Collection Object، وهنا أيضا في الويب. إذا هكذا عن طريق REST API، هنا REST API، هنا Database،